بيبقى مدرسين موجودين 5-8 كل يوم كل المواد، تسأل في المدرس براحتك اللي انت عايزه، يشرح لك حاجة تاني، يحل معك حاجة، يسألك في جزئية معينة. أول ما استقلنا بنهج يعني 10 ساعات مثلا؟ من 8 ل 10 ساعات مثلا. طيب والصلاة طبعا بتصلي؟ أه أهم حاجة الصلاة والقيام والتوكل. نفسك تخش كلية إيه؟ طب إن شاء الله.